يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخواني وأحبتي في الله، نحن بحاجة إلى أن نتذكر دائما أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم. إخواني دائما إذا تكلمنا عن العلم أحيانا نكبر الموضوع لدرجة أن الواحد قد يستصعب أن يسترسل معنا في الاستماع. العلم يا أخوة الكرام مو لازم أننا نجالس هيئة كبار العلماء وأننا لابد أن نحفظ الكتب والمتون كما قد يذكر أحيانا في بعض المجالس العامة، قد يكون هذا لطلاب العلم المتأصلين. أما نحن اللي نحتاجه فقط يا أخوة الكرام أن نمرن أنفسنا على قراءة كتب العلم الشرعي، على مصاحبة طلاب العلم، على مجالسة أهل العلم في دروسهم ومحاضراتهم، وأن نضع لها جدول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة يعني واجب يا أخواني، واجب. فأنا أدعو نفسي وإياكم ونحن في رمضان والنفوس منشرحة ومقبلة أن نضع لنا من ضمن الجدول اليومي جلسة علم، القراءة في السيرة علم، الوقوف مع بعض المسائل العقدية علم، مدارسة الفقه ومسائل الصيام والصلاة علم. ولذلك دائما يا أخوة الكرام وسعوا نطاق العلم حتى يصير كل ما تجلسونه مع العلماء والمشايخ علم تتقربون فيه إلى الله تبارك وتعالى. لكن ضعوا دائما في رؤوسكم وفي قلوبكم والله أن هذا العلم واجب علينا، لازم نتعلم. سامحوني يا أخواني، كم نرى من شبابنا اليوم يذهبون إلى الإلحاد ويتأثرون من بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية. والله ما أوتينا إلا من قلة العلم، ولو أننا جلسنا العلماء على أقل تقدير بعض الأمور الخاطئة سنردها ونلفظها. فإذا يا أخوة الكرام لنرجع فنتعبد الله جل وعلا كما يريد ربنا تبارك وتعالى منا، ونضع العلم هو من الأسس التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. استنبط العلماء من هذه الآية على أن العلم من أول الأوامر التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعلم، اللهم وفقنا للعلم، اللهم اجعلنا علماء بشرعك عاملين على سنة نبيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.